ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابينا, how are you? I'm teacher A and this is your course plan inshallah for this month. Let's go now to see your plan inshallah. Inshallah, in this month we will continue reciting, and this month inshallah will be from Surah Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab min Allahil Azizil Alim. Ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqab. ذي الطول لا إله إلا ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. محمد رسول الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله.